معكم نوال مستعد، سن 31 سنة، كنسكن في كازا مع الوالدين ديالي، مام زوجة سيليباتير. عرفني الجمهور أول مرة في المظاهرة اللي كدرت على قبل سعد المجرد، أول مظاهرة فاش كنت شد. هذيك هي أول مرة كيبان الظهور ديالي في السوشيال ميديا وفي هادشي ديال البوز ديال الانترنت. بعد ما يعني ظهروا الفيديوهات ديالك وتشهروا على مواقع التواصل الاجتماعي، واش تبدلات حياه نوال؟ اش غنقول لك، تبدلات شويه. يعني الناس بزاف، يعني لا بليبار ديال الناس ولاو كيعرفوني، كيعيطوا ليا، كي زعما كيعيطوا ليا فشي زعما هكا شي سواري. هادي ربحت ناس مزيانين، يعني هادشي اللي كاين. ما هادشي اللي كاين. شنو ضاف لك الحياة؟ كتشي شوية شهرة. ما يعني هاد المجال كيعجبني، يعني أنا الحلم ديالي هي نكون مشهورة. الحلم ديالي السلبية، يعني بالنسبة بزاف ديال الناس كيعايروا، كيسبوا، كيكومونطيو بالخايب، كي ما عارفينش واحد الإنسان كيديرها، وكيقولوا لك داك السيد دار وما فاهمين والو. هادشي اللي كاين، ما وانا ما كنجاوبش عادي. شنو التعاليق اللي قريتي وما عجبوكش؟ التعاليق اللي فحال شو كيديرها، شو كي هادي كضرب الجرح هادي، يعني شي كلمات مصطلحات ما وانا ما على باليش، كتسوقش. يعني بزاف ديال الناس كيسبوا كيعايروا، شو كي خايبه، شو كي هادي، شو كي ما عرفتش. انت عارف الناس كيفاش كيهضروا، عارف الناس المجتمع ما كيرحمش، وعارف الناس ديالنا ما فاهمين والو اصلا. كيشوف انسان كتهضر خصهم هما ضروري يدير الزيف يهضروا عليك، ما دايرش الزيف يهضروا عليك، نورمال يهضروا عليك، ماشي نورمال يهضروا عليك. هادشي اللي كاين. هذا هو. ها شنو هو التعليق الزوين اللي عجبك قريتي وعجبك؟ اخر مره التعليق زوين عجبني فاش كنتي انت اصلا، فاش كنتي درتي معايا الانترفيو ديال خوله بن عمران ووسام امير، وحده كتبت لهم جاتني فحال بيونسي ديال المغرب. هذه عجبتني، يعني ما بقوش كيعايروا فحال الاول. كانوا في الاول كيعايروا، دابا ما بقوش كيعايروا، دابا ولاو كيقولوا غير زوينه مسراره كتعرف تهضر. يعني بقات متعمقه في هادشي ديال سعد. بزاف ديال الناس اللي ما بانوش هي بينات وجهها، عندها شخصيه. وحده كتبت لي كتعجبني شخصيتك، هذه اللي عجبتني. هاد لو بوين عجبوني، يعني فحال هكا بنادم كيهز بيك شويه. هذه واخا انت اصلا عارف راسك بان شخصيتك راه ما كاينش اللي حيدها لك، سواء هضروا ولا ما هضروش، اللي فراسي راه فراسي، فهمتي؟ ايوا هذا هو الشيء اللي كاين. اش غنقول لك، يعني كنشوف ديال الناس بزاف اللي وصلوا في هذا الميدان وما مع كيفاش ماشي كيفاش داروا. يعني كاين اللي ما يستاهلش وصل لهذا الميدان، كاين اللي لا علاقه بالتمثيل لا علاقه بشي حاجه، وكتلقى واحد جوج ثلاثه واش عطى فلوس، واش هادي واش هادي، واش بديل، واش تا ولا فلانه ولات كتمثل فلانه ولات كتغني فلانه. هادشي اللي ولا دابا في المغرب، ما يعني داكشي كاينين الناس هنا عند، يعني كاينين ممثلين جداره واستحسان وكيعرفوا يمثلوا، مي لا بلي بارفيو ما كيخربقوا. ما عرفتش كيفاش، فهمتي؟ ما عرفت، باقا متشبته بالحلم ديالي. حيت الشهره فيها وفيها الشهره، لا بلي بار ديال الناس ماشي دارت لهم مشاكل، هما داروا المشاكل ريوسهم. هما داروا مشاكل ريوسهم، يعني باش تكون عندك كاريزما وحضور وتكون بخير وتقلب دغيا تبغي تشده كامله. حتى حاجه ما كتجي كامله، بنادم كيطلع بشويه بدرجه، ولا طلع يحاول ما يمشيش في هذا الشيء ديال هادشي اللي ولا دابا ديال المغريات وديال، فهمتي؟ يحاول يبقى مزيان. شكون هو الفنانات او الفنانين اللي اثرت عليه الشهره من الناحيه السلبيه؟ حاليا دابا حاليا الدنيا باطمه، الدنيا باطمه هي اللي واقع لها دابا المشكل، وهي اللي دابا كنسمعوا ديما في جميع فيما نحلوا شي حاجه كنسمعوا دنيا باطمه وقع لها دنيا باطمه، هذه دنيا باطمه هي اللي حاليا. كان سعد كان تا هو وباقي سعد، حيت سعد ميم فاش جا وعاوتاني قالوا ليه رجع الا القضيه راه باقا فيها.
وسعد راه الناس كاملين شحال مسكين دوز فيه الحبس وهادي ظلمو ما داير والو وهادي تاولو كيقولوا السيد ما داير والو راه حق حمزه مون بيبي راه هما اللي داروا لي فخ باش باش هذا واشي شنقول لك ضريبه الشهره هي هادي شنقول لك انا ما كنقولش دارت وما كنقولش ما دارتش الله اعلم الله اللي يعلم على كل واحد الا كانت دايره راه غتخلص ما كانش دايره راه ما غتخلصش شي نقدر نقول لك نو كومنت يعني بما انك من المتتبعين ديال الفنانين واخبار الفنانين فشنو رايك في هذه القضيه ديال دوني باتما وحمزه مبيلي يعني بصفه عامه واش غنقول لك القضيه دا صعيبه بزاف وصلت الراي العام فهمتي ويعني القضيه ملي كتكون وصلت الراي عام يعني راه شي حاجه كبيره كاينه واقعه وبنادم مات يحاول يتفادى هاد المشاكل ويتفادى هادشي نكونوا مع بعضياتنا مزيانين تكون عندنا الحب المسامحه نكونوا مفاهمين ما يكونش داك الحقد بين دابا حنا مطايفين مع بعضياتنا ما كاين حتى شي بلاد اخرى حنا المغرب هادي فلانه دارت فعلا هادشي اللي كاين ما خصش هادشي يكون خصشي ما خصوش يكون خصو يتحيد كنقول اللي باغي شي حاجه الله يسهل عليه فيها ونحاولوا نتفاداو المشاكل ونكونوا مع بعضياتنا مسامحين ونبغيو بعضياتنا ونخافوا على بعضياتنا ونتقربوا مع بعضياتنا حيت كاين غير الله والموت راه بنادم قد ما طلع كينزل وقد ما نزل كيطلع هادشي ديال الدنيا يعني بنادم يحاول يرضى بداك الشيء اللي عطاه الله ويلا ما كانش عنده يحاول يطلب الله يعطيه ويقدر ربي يعطيه ولكن ما يطيرش حيت اللي طاروا راه مشاو كي كيقولوا الناس الكبار وهادي كنوجه هاد الرساله للناس وكنقول لهم يعني الله يهدي ما خلق كل واحد ها نتوما سيادي ها حنا خدامين فريت بابا فريت تقلا دجاجه طيبنا احنا مرحبا بكم اللي بغى يجي ياكل مرحبا به يلاه تقولوا لا ما عرفتش عليكم راه امبوسيبل تقولوا ما عرفتش عليكم ها نتوما اللي قسم الله ناكلو كاملين كديري روتيني اليومي روتيني اليومي شنو رايك في روتيني اليومي بزاف ديال الناس ولاو كيديروا هذا الروتين اليومي انا ما عمري ما جربته اخويا نكذب عليك واخا ديك المره قلتي لي قلت لك ما نيش مع داك الشيء ما اما انا عندي مع الطيار كندخل الكوزينه كنطيب انا جيم بيان لا كوزين كيعجبني ندخل نطيب ون فهمتي يعني ديال حتى هكا باش بديت اول مره بديت هو بالطياب كانت عندي 6 سنين بديت كنطيب يعني عزيزه عليا الطياب جاب الله انا ما حطونيش في حمزه مون بيبي جاب الله امبوسيبل جاب الله كاين الله جاب الله أنا وانا اصلا اش غيبتزوا فيا غيبتزوا دوك اللي كيعطيهم فلوس صحه انا ما عندي ما نعطيهم العطي الله هادشي اللي كاين شنو كانت رده الفعل ديالك واه ما نكذبش عليك هذاك الشيء راه صعيب حيت بزاف ديال الناس انتحروا بزاف ديال الناس خرجوا المغرب على ما كنسمع بزاف ديال الناس تشردوا بزاف ديال الناس ما بقوش عايشين في بلادهم بزاف ديال الناس سدوا على ريوسهم ولاو عايشين في كآبه راه يعني باش بنادم بدا يبتزك حياتك كلها كتدمر واخا ما يكونش عائلتك عارفين كلشي عارف صافي مشيتي فيها الله يحسن العوان دوك الناس وصافي والله الله يحسن العوان حتى لوالديهم يعني نقول لي امبوسيبل يا خويا اش بغيتي عندنا خرجتي على بنات المغرب اخويا حرام عليك خرجتي على الفنانات حشومه عليك هادشي اللي غنقول ليه غنقول الله يهديك ولا كان قدامك شنو ديري ليه لا لي وريك اخويا مراد تعرفي ترشيخ ترشيخ هادي الله الحق نبرد فيه كاع دوك اللي كاين دينا عليه راه كنديرو المهم كنشاركوا المهم المشاركه ما يبقاش بنادم جالس فهمتي داكشي اللي كتب الله داكشي اللي كتب الله بنادم راه كيدير كاين عيالات مجوجه والله ما كيعرفوا يديروا والو راه جالسين كيفاش كيتزوجوا الله اعلم انت ما كرهتيش دابا كنضرب شي بشي تزويجه واه شكون كره فينال شنو هو المواصفات ديال الزوج المستقبلي ديالك ايش قلتي لي طحتي لي لا خصو يكون شخصيه حيت انا شخصيتي انا كلشي تيقول لي علاش ما تجوجيش دابا تنقول صراحه ماشي كذب راه تنقول لي خص لي يكون التوام ديالي تكون عقليته بحال العقليه ديالي ما ممكنش ناخذ واحد عقليته ماشي تا ليه تكون عنده الشخصيه تكون عنده الكلمه ويكون حار
أبار يكون عنده الفلوس هادو بعدا خصهم يكونوا والفلوس هادوك شويه ضروري ماشي لاباس عليه مي على قد الحال والاحترام والموده والطيبه ويكون حنين وفين قولي قلبي عليه بجوجل. كان وجه لي واحد اكبر تحيه للنجم ديالنا سعد المجرد وكنقول لي مبروك على الاغنيه الجديده اللي درتي مع مجموعه الفناير. انا بعدا عجبتني انا بعدا اصلا فهاد الشيء نو كومنت مع سعد حيت سعد عارفني انا اصلا ديما اي اغنيه كيحط كتعجبني وكنتصنت ليها وكيعجبني الريتم ديالو الكاريزما كيفاش كيشطح كيفاش كيغني زعما داك السيد الله يحفظه من العين والله يفكو على خير. توصل القضيه ديالو والقضيه دابا راه على ما كيقولوا كيقولوا فتح دوسي جديد انا ماشي اللي سمعت ما عرفتش فهمتي ولكن المحامي ديالو قال بان ما عندهم حتى شي دلائل عليه هادشي اللي سمعت انا حاليا. واخا كشفي لنا على العلاقه ديالك مع الاب ديالو البشير عبدو. استاذ البشير عبدو دويت معاه شي دو فوا يعني في الواتساب عرفني وشكرني وقلت له الله زعما الله قال لي لحقت لي التصويره ديال المظاهره وعرفني وقال لي شكرا بنتي تبارك الله عليكم وهادي صافي هادشي اللي كاين انسان زعما الله عمرها دار ونزال قلقي لا ما عمرني ما مازال خالتو شفتها رشيده نزار الكراكي نو ما عمرني ما شفتها ما دويت معها. تلاقيتي مع خالتو؟ اه اللي دار بيناتكم؟ كنا تلاقينا في لانيف ديالو كنا تجمعنا ودرناه وعيطوا لي ومشيت كنا حيت حنا كنا دايرين اتحاد مع اتحاد السعدوشي وعيطوا لي ومشيت ديك الساعه يلاه بديت كندخل في هذا الشيء ديال سعد وعيطوا لي ومشيت ورحبوا بيا وهادي وشافتني وعرفاتني سلمت عليا وقالت لي يا بنتي واش انت وديك الدريه اللي كنتي قلت لها راه اختي قالت لي تبارك الله عليكم وقالت لي تبارك الله عليكم وهادي وشكرا بزاف زعما وداك الشيء من القلب الخالص زعما بقات كتشكر فيا وهادي قلت لها شكرا قلت لها الله يشافيك مع كانت ديجا مريضه وهادي وشحال بقينا جالسين معها ودرنا معها دي فوتو صافي وداز داك الشيء زوين داز لاني فيزون ندوى معنا في اللايف كان ديك الساعه يلا خرج من الحبس جوبونس ولكن كان باقي في فرنسا كان عنده سراح مؤقت في لا بروميير فوا فاش يلا وقع لي المشكل. وما عمرو حاول يتواصل معاك يتصل بيك؟ نو كنت تلاقيت معاه كنا تلاقينا مشيت عنده شفته كنا تلاقينا حدا الدار ديالو اخر مره باش كان جا نو ماشي اخر مره لا شي عامين دابا دوزون وي ما عقلتش فاش كان خدا الصراح وجا المغرب في ديك اللحظه شفته تلاقيت انا وياه شفته شو الحوار اللي دار بينك؟ انا بعدا نكذب عليك رجلي فشلو عليا اول حاجه تيليفوني تبلونطا ليا كيقول لي هو مسكين كيقول لي بشويه عليك بشويه عليك يعني وقع داكشي اللي وقع لي داك النهار عمرني ما ننساه. انسان ظريف متواضع وكان عنده واحد الحزن ديك الساعه كان غادي كان سالت لي المده وغادي لفرنسا باقا نعقل كان عنده واحد الحزن في عيني يعني فحال ما ساخيش يمشي فحال حسيت به في شكل قلت لي الله ييسر ليك وحنا راه معاك وهادي قال لي شكرا بزاف وهادي قلت لي حنا راه كندعيو معاك مع ربي ما يخليك انت انسان مزيان مع ربي ما يخليك صافي هذيك هي اول مره واخر مره شفته. وكيفاش شداتك الخلعه والتليفون كتبروطا كيفاش؟ شدتني الخلعه هادشي باش تكون واحد الانسان كتشوفو غا في لاتيلي ولا في الانترنيت وتشوفو مباشره وتسلم عليه ويعنق ويبقى يعنق فيك ويبوس وانت تعنق فحال كتعرفو فهمتيني كيفاش الواقعه هذيك. انا صافي تدهشت كنقول واش سعد حيت فاش عيطت عليه سعد ودار صافي كنقول واش سعد لي حدايا لا امبوسيبل واش سعد لي دخس وشارك فاش شافك عرفك عرفني بطبيعه الحال قلت لي عرفتيني يقول لي وي قال لي وي بقى كيضحك شنو ممكن تقولي ليه من المنبر ديالنا مثلا؟ نقول لي الله نقول لي واحد الكلمه نقول لي الله يسهل عليك والله ان شاء الله الله يجيب لك هنا فينالمون على خير انا بعدا راني معاك ديما معاك قلبا وقالبا والله يبعد عليك شر الخلق وحنا معاك وديما معاك والله
الله ان شاء الله تكون ديما يخلي لك الوالدين ديالك ويسهل عليك ويبعد عليك شر الحلقه. بيس اند لاف. شكون السيده اللي جات جلسات حداك؟ هذه الوالده ديالي. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. شنو ممكن تقولي للمغاربه بهذه المناسبه؟ كنقول للمغاربه شهر مبارك سعيد، على شهر رجب دخلي لنا الصحه والعافيه والرزق والتيسير وراحه البال على جميع المغاربه كلهم اللي في المغرب واللي خارج المغرب. عاودينا شويه على النوال. واش غنقول لك على النوال؟ الانسان يعتمد على راسه ويبقى يعتمد ديما على والديه مات والله يرحم، ولا سافروا ولا عندهم شي حاجه، خصها تنوض طيب راسها، تقسم الله تنوض طيبه. انا كنعرف شي بنات والله العظيم ما كيديروا حتى حاجه، تلقى ما هي اللي وقف طيب وتجفف ودير وهي ناعسه. هذيك راه المصربيه ما والو، انا ما عنديش مع داك الشيء، انا بناتي كلشي دايره تنحمدك يا ربي وكنشكرك، علمتهم اي حاجه كيديروها. نوال كتعرف طيب؟ معلوم كلهم، هذيك الصغيره كطيب العجب الحلاوه كلشي كديرو تاعي. مخبيه هي مبغاش الناس. شنو هما الوجبات اللي كتعرف طيب نوال؟ كلشي كلشي، كطيب رفيسه، طيب كسكسو، طيب طاجين، طيب الحوت، تقلي الحوت، الشلايض، كلشي كتعرف دير، الحريره كلشي كتعرفو. ماشي شي وحده اللي خايبه ولا قلبها خايب ولا هذا، هي مزيانه غير نيه وكتبغي الخير الناس كاع وكيبقاو فيها الناس، وما عندهاش مع التحرميات، ما عندهاش مع المشاكل، ما عندهاش، فهمتي؟ وراسها صغير عليها وكتصبر، الا طلعي قلتي لها شي حاجه كتصبر، كتقول لك نديرها عليك، ما كتقولش لا، ما كتخسرش ليك الصراحه. والله يرضي عليها والله يسهل عليها كاع اللي ناويه فيه، الله يسهل لها فيه، الله يكمل عليها والله يبعد عليها شر الخلق. كنتمنى لها شي حاجه زوينه، شي خدمه زوينه ولا شي فهمتي، باش تبدل ساعه اخرى زعما، حيت مسكينه باقي ما لقاش داك الشيء اللي بغات، هادشي اللي كاين. اش غنقول لك؟ كيفاش كانت رد الفعل ديالكم باش شفتوها في الانترنت على مواقع التواصل؟ لا انا كنت معاها في المدرسه سعد، كنت معاها انا وياها، وكانت خسر الاخرى اللي صغر منا راه خدامه دابا حاليا، كنا كاع كاملين وش زعما بقى فينا سعد وداك الشيء. ومن بعد ملي كملنا مع داك الشيء ديال سعد صافي، بقات هي وخسر عز عليهم كيهضروا عليه ديما، فهمتي كيتناقضوا عليه بزاف د الحوايج، صافي انا خليتهم. نهار ديك المظاهره انا كنت معاهم، ما شفتهمش الوقت اللي كانوا هما كيهضروا مع الصحاب، ما شفتهمش حتى. قالوا لي، قالت لي واحد السيده صاحبتي كانت معنا، قالت لي راه نوال هضرات. انا حاجه وحده اللي بغيتها ما نقولهاش، نقول لك الصراحه، هي ديك الساعه فهمتي انا بنت المدينه نشدها ونضربها، هي حيت ما فيهاش داك الشيء حاليا، راه غير كتهضر. راه واخا بنت المدينه راه بنت نقيه، راه ماشي شام صوفجا ولا هادي، هذيك الكلمه اللي بقات فينا قلت لها علاش ما كانش عليك تقوليها، صافي ما انا بغيتها تهضر، المهم تقول هضره زوينه ما كاين حتى مشكل، حيت هذاك ولدنا وخونا ولد بلادنا، الا ما دافعناش عليه وجينا من جهته شكون اللي غادي يجي؟ راه حنا كاع مسلمين خصنا ندافعوا على بعضياتنا وتعاونوا مع بعضياتنا، فهمتي كيف ما كان؟ ايوا هذا الشيء اللي كاين. باش انتشر ذاك الفيديو وبداو الناس كينتقدوها، كيفاش كانت ردة الفعل؟ واش غنقول لك؟ انا تقلقت بزاف، اخوتي هما الاولين، اخوتي عندي في برا ما عجبهمش الحال، واحد خويا برا في فرنسا قال لي هي باقا ما مجوجه ما دايره، ودابا دايره هذا الشيء، وبدا عباد الله تيعيروها وعباد الله. قلت لي وهي اش غنقول لك؟ بغات هي، ماشي باقا صغيره انا غادي نزيرها ولا نقول لها علاش درتي، وهي بعقلها تبارك الله كتعرف اش كدير. قلت لك كل واحد برا راسو بغى يعير يعير اللي بغى، انا وانا بقى فيا الحال كتبش عليك، بقى فيا الحال داك المعيار داك الشيء، وتنقول لها خليهم كل واحد يدبر راسو، حتى من بعد راه غادي يفهموا اشنو كاين، وفعلا ملي فهموا اشنو كاين عاد كيهضروا هضره زوينه، واش بنادم كيتصرع؟ بنادم ما عمره ما يتصرع. اه هذا الشيء كاين. ومن بعد باش شفتي التعاليق الجميله في حقها، باش حسيتي ديك الساعه؟ اه عاد ارتاحيت، ما نكذبش عليك، عاد ارتاحيت وراحت. انا ام اي ام راه تبغي لولادها شي حاجه مزيانه، ما كتبغيش شي حاجه خايبه، عاد ارتاحيت، عاد وليت نقول لها والحمد لله. المهم ملي تهضري مع شي صحافه وليت هذا بحال هكذا، هضري هضره زوينه باش حتى داك هادو المغاربه والشي اللي كيبقاو هضروا في الكوم ما بقاش يخسروا الهضره، فهمتي؟ حتى هما يقولوا هاد السيده راه قالت هضره، الا قلتي شي هضره خايبه راه غادي حتى هما يبداو يعيروا سبوا، صافي هذا الشعب تاعنا ما كيرحمش،
البشر ما كيرحمش، درتي زوين ما يرحمك، درتي خايب ما يرحمك، اللهم كل واحد يدبر راسه. المهم تيهضري هضره زوينه وصافي. هادشي اللي كاين. شحال عندك خوتك تبارك الله؟ كاينه هي الكبيره عندها واحد 30 عام، كاينه وحده اخرى راه خدامه عندها 26 سكينه اللي كانت سمعاني في هضرتي، وهاد الصغيره عندها 21 عام. ثلاثه البنات عندي الله يبارك في الله، ما عنديش الولاد البنات. شنو الفرق ما بين والخوت؟ كل واحد هي في شكل، وهذوك في شكل، كل واحد ماشي كلهم عندهم كاركتر واحد، كل واحد وكاركتر تاعه، فهمتي؟ هذوك هي عندي مهوة، هي جايبه لي انايا، ما كتخافش، عندها شخصيه في حالي انا هكذاك، ما ندير شي حاجه ما كنخافش، عندي شخصيه جايبه لي سماء. هادوك جوجات لا، هادوك مكالمين داخلين السوق راسهم، ما عندهمش مع المشاكل، ما عندهمش مع الصداع، ما عندهمش حتى مع البشر، فهمتي؟ الا ما الا كانوا خدامين في الخدمه، ما كانش خدامين في الدار، ما عندهمش شي عند صاحبتي ولا مشي عند الدار صافي، ولا بغاو يقضوا شي غرض لا. انا ولا انا كتبغي تجي هنا ودير هنا وتقضي هنا بحال الشكل تاعي تماما. كتحرك كتحرك وهادشي هذا اثر عليها كانسان؟ واش غادي نقول لك؟ ماشي اثر عليها، بنادم كيبقى يهضر وصافي، البشر ما كيرحم. دابا هي كتحرك كتبغي تعرف، وكتبغي كتعرف اش كدير، فهمتي؟ ما نخافش عليها، كتعرف شنو كدير، وانا كنقول لها غير المهم حاجه كتكون ماشي هي هذيك ما ديريهاش، بعدي منها وبعدي من الناس وبعدي من البنات وبعدي من هذا، انت كتسمع شنو كيوقع، مشاكل بزاف، حاجه غتخليك خليها. ديما انا كنبقى نصح فيها، بعد ما كتصنت لي من كتقول لي صافي خلينا كنعرف اش كندير، هو هادشي اللي كاين. كتعرف الولاد مع والديهم راه ضروري. وقبل قلتي كتمنى لها شي خدمه، هي ما خدامه ما والو؟ ما خدامهش اخويا، هادشي اللي كنتمنى عند الله، كنتمنى لها شي خدمه. ما عندهاش الزهر اخويا، الخدمه اللي مشات ليها ما فحال ما كيحملوهاش، حيت انيقه وحيت لابسه وحيت، وهي راه هي هكاك راه كنت انا فحال هكذاك، فهمتي؟ ملي كنت في لاشاي، ملي كنت باقا ما تجوزش، وملي كنت باقا نخدم داكشي، حتى انا كنت فحال حتى انا خصني نلبس، خصني هما ما كيحملوهاش، تدخل الخدمه صافي ما تطولش فيها، اللي كثرت فيها تقدر تجلس فيها شهر صافي ولا اقل وتخرج. شنو الخدمات اللي خدمات مثلا ما طولاتش فيهم؟ وراه خدمات في لوطيل، كانت خدمات في اوتيل اوتيل فرح. ثاني واحد خيتي دارت معاه مشكل، قالت لك مشاو لها شي فلوس ما يجين شهور، لقينا ما مدات لها والو غير كلبس على الغيره والسم. عاودت خدمه ثاني، خدمت في لابوغاتوار، لابوغاتوار تاع الدواء حتى هو ما طولاتش فيه. فين عاودتي خدمتي ثاني؟ اعوذ بالله من الشيطان. خدمت في المساج، خدمات في المساج، درت ليها درت خدات الدبلوم تاع المساج، كدير المساج ثاني ماشي داكشي ماشي هو هذاك. خدمات عند واحد الناس لاباس عليهم كطيب ليهم ثاني، شحال بوحدها قالت لها سيري ما حملاتهاش، حيت الراجل دار لها مشكل الراجل بلا ما نكمل. عاود ماشي تحرش بها، ما لقاش هذاك الشيء اللي بغاه، ولا كيحرش على المراه مولا صدها فهمتي؟ نحاول معاها وما صدها هي قفاسه ما عليناش. وكانت عاوتاني خدمات في فوندوز، كتبيع في واحد المكازا في بورغون، كتخدمات كتبيع في الحوايج وتشري، حتى هي مولات المكازا ماشي حتى اللي تقول لها هزيتي ليا، وهي ما كتهز لها والو، حيت هي ديجا هذيك مولات المكازا ما عرفت يمكن مريضه ولا ما عرفت كتاكل الدواء داكشي تريتمون. واش نقول لك اخويا؟ واش شحال من خدمه؟ حتى خدمه كلهم فهمتي؟ وهي دابا الساعه غير جالسه تطلب من الله يجيب لها شي خدمه اللي غتناسبها، وما يكون فيها لا مشاكل لا والو. هادشي اللي كاين ما زعما بدراعها طيب، كدير كلشي، ماشي غير هي حتى خواتها حتى كلهم الحمد لله يديروا كلشي. مشيش انا نسافر ما نكونش نجي نلقى كلشي على حقو طريقو، نحمد الله ونشكرو. هادي بعدا ورده الوالدين والزهر ما كاينش وصافي، الزهر ما كاينش. واخا شنو الكلمه اللي تقدري تقولي للناس اللي قالوا كلمه زوينه في حقها؟ ايوا اللي قالوا كلمه زوينه في حقها، انا كنشكرهم والله يخلي لهم صحيحتهم، وتنشكر خوله بن عمران، كنشكر خوله بن عمران، تنتمنى نشوفها وتشوفني، راهي ما جابتهاش الوقت، وكنت غادي نمشي بداك
اللي كانت دار داك افتتاح ما كتبش لاك تعيانه شويه. كنشكر امها حتى هي وعائلتها كاملين والجوز ديالها، وكنشكر الناس اللي كيقولوا لبنتي كيقولوا لبنتي كلمه زوينه كنشكرهم الله يسهل عليهم في اللي نواه، واللي كيقول فيها كلمه خايبه تنشكرو حتى هو والله يهديه والله يرد به هذا الشيء اللي كاين. صافي شنو ممكن تقولي انت انا والناس اللي كيقولوا كلمه طيبه؟ كنقول لهم كنبغيكم بزاف، كنبغيكم وكنحترمكم وكنقدركم. دابا امبوسيبل تبقاي بلا خدمه ولا غادي؟ لا ضروري خصني ضروري. كنتمنى ان شاء الله شي حاجه يا ربي تسهل وصافي هادشي اللي ما يقول بنادم. مثلا شنو هما الاعمال اللي تقدري تقومي بهم مثلا؟ فحال اش الا جاتك شي فرصه الخدمه مثلا من خلال الناس اللي كيشوفونا، الا بغى شي واحد مثلا يفتح لك فرصه ديال العمل، شنو الخدمات اللي ممكن انك تقدميها؟ شنو كتعرفي ديري؟ فزعما كندير لا كويزين، نقدر ندير سيرفيس، نقدر ندير ولكن انا الدومين اللي كيعجبني بزاف هو الدومين ديال السيكوريتي، واللي كيعجبني حتى ديجا كتخدمت فيه شحال هادي. بغيتي تولي سيكوريتي؟ كيعجبني بحال هكا ديال لي كارفور لي زوتيل بحال هكا كيعجبني داك الدومين، يعني الحراسه الامن الخاص. الامن الخاص كيعجبني. واخا شنو هي الرساله الاخيره اللي ممكن تقول للجمهور ديالك اللي كيبغيك وكيشجعك وكيحماق عليك؟ كنقول لهم الله يسهل عليكم ورمضان على الابواب باش ما تمنيتو ان شاء الله، الله اللي كيتمنى شي حاجه الله يكمل عليه بالخير، الله يصاوب الجميع. وبهذا المنبر هذا كنسلم على امي بزاف، جداتي اللي في اسبانيا كنسلم عليها بزاف، وكنقول لها رمضان مبارك سعيد، وكنسلم على الخوالي كاملين خوالاتي، وديديكاس لوردة رقيب كنقول لها راه امبوسيبل ننساك شي نهار واخا غبرتي عليا هاد الايامات، تهلاي ليا في راسك اي بيس اند لوف، والله يسهل علينا وعليكم ما صعب هذا ما يقول، وامبوسيبل راه الا كانت شي حاجه راه ديما معاكم هذا ما يقول بنادم. اي ميرسي.